ولنقاش ملف هجمات الذباب الإلكترونية للميليشيات في العراق على قناة رافدين ومنصاتها الإلكترونية، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منذ انطلاقتها في عام 2006 لم تتوقف عمليات استهداف قناة الرافدين، ومنها الهجمة الإلكترونية الحالية ضد منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ما أسباب وأهداف استهداف قناة الرافدين تحديدا؟ نعم، الحقيقة قناة الرافدين أخذت على عاتقها من دون أغلب أو كل القنوات العراقية، العشرات من القنوات العراقية انتهجت خطا وطنيا واضحا وصريحا في مناهضة العملية السياسية الموجودة في داخل العراق وكل إفرازات العملية السياسية، واتخذت خطا وطنيا خالصا بدون قيود وبدون أي محسوبية لأي جهة كائنة تكون في داخل وخارج العراق. قناة الرافدين هذا أمر متوقع للأسف الشديد، لأن من يعمل هذا الأمر هو ليس فقط الحقيقة مجرد ذباب إلكتروني، وإنما هناك جهات أقليمية وتحديدا إيرانية تعمل على مطاردة قناة الرافدين ومحاولة اختراق قناة الرافدين ومحاولة إسكات صوت قناة الرافدين المؤثر في كل محافظات العراقية. قناة الرافدين أثبتت جدارة وامتياز في نقلها لكل الأحداث الوطنية التي جرت في العراق، ومن ضمنها ثورة تشرين المجيدة، حيث انفردت قناة الرافدين كالقناة الأولى الأكثر مصداقيا والأكثر تقبلا في داخل المجتمع العراقي، خاصة لدى أهلنا في الوسط وفي الجنوب، حيث أدرك الجميع بأن قناة الرافدين بعيدة كل البعد عن الطائفية، عكس القنوات الأخرى التي تمول من إيران من قبل إذاعات الجمهورية، اتحاد إذاعات الجمهورية الإيرانية، وهذه القنوات كلها تعمل من أجل الطائفية وتكريس الطائفية في العراق، لأنها مرتبطة بأحزاب تعتاش على الطائفية، على عكس قناة الرافدين التي وقفت مع المواطن الفقير ولم تقف مع المسؤول ولم تداهن الحكومات ولم تداهن الأحزاب التي تحكم اليوم العراق، وبالحديد والنار والقتل والدمار وحرق الحجر والبشر في كل المحافظات العراقية وكل من يعارض هذه العملية السياسية. لذلك لدينا آلاف الأسباب التي تجعل من قناة الرافدين وجنودها الأبطال الذين يذودون عن اسم العراق مستهدفين بكل شيء، وأبسط شيء هو موقعهم الإلكتروني ومواقعهم على صفحات التواصل الاجتماعي. في هذا السياق أستاذ زياد، إلى أي مدى يمكن للميليشيات تمرير انتهاكاتها من اغتيالات واختطاف واعتقال تحت جنح الظلام بخنق وسائل الإعلام التي تسلط الضوء على هذه الانتهاكات الإنسانية؟ نعم، لا يوجد نشرة أخبار في قناة الرافدين إلا وقد سلطت الضوء على ما يجري في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات تلك الميليشيات، وكل وسيلة إعلام مناهضة وكل شخص إعلامي أو صحفي يناهض ما يحدث الآن في العراق ولا يقبل بما يحدث الآن في العراق هو مستهدف. الكل، أقصد في داخل العراق وفي خارج العراق، كم عملية اختطاف وقتل حدثت، كم عملية انتهاكات حقوق الإنسان في داخل العراق، كم مجزرة وكم طفل وكم شيخ وكم امرأة هجرت وقتلت ورملت بسبب الميليشيات وبسبب الأحزاب التي تمتلك تلك الميليشيات. لذلك نجد بأن الكل من يناهض هذه التصرفات التي نعتبر بأنها مدانة وفق كل الأعراف والقوانين والشرائع السماوية والقوانين الوضعية مدانة بكل تأكيد، لكن هؤلاء الأوباش، المافيات، العصابات التي تقتل بكل العراقيين بسنتهم وشيعتهم وبكل مكوناتهم، عربهم وكردهم، نفس هذه الميليشيات من تستهدف وسائل الإعلام والصحفيين الأحرار الذين لا يقبلون بما يحدث الآن في داخل العراق. إذا كانت الكواتم جاهزة لمعالجة الرافضين في الداخل والاستهداف الإلكتروني لوسائل الإعلام في الخارج، ماذا تبقى من حرية الرأي والتعبير في العراق الجديد؟
الحقيقة لا يوجد حرية رأي وتعبير حقيقية في داخل العراق، ولا كان المتكلم أول واحد الآن في بلده، ولست مهجرا، الآن أتحدث إليكم هنا في النمسا. كل شخص الآن لو كان هناك حرية رأي وتعبير لكانت قناة الرافدين تبث الآن في بغداد، ولم يرسلوا لها المفخخات والعبوات واستهدافها، وتنقلت من أكثر من دولة. قناة الرافدين لمن لا يعرف كانت في عدد من الدول تبث، ولكن في كل مرة تستخدم الحكومات المتعاقبة وضغط الأحزاب وإيران ضغط دبلوماسي وضغط في قنوات دبلوماسية للحكومة العراقية لإسكات قناة الرافدين، وهذا ما استخدمته عندما كانت قناة الرافدين في مصر وفي عدد من الدول، وتمنح الامتيازات وأموال الشعب العراقي من أجل إسكات قناة الرافدين. هذه هي الحكومات أيضا متورطة بإسكات الرأي ورأي الآخر وإسكات حرية التعبير وعدم الامتثال لقانون ودستور العراق الحديث وفق المادة 38 التي كفلت حرية الرأي والتعبير في داخل العراق، ولكنهم لا يعملون في هذا الدستور الذي نستقتلوا من أجل تمريره، وأنهم يمررون ما يريدون ووفق أهوائهم مثل كثير من القوانين الأخرى، ولكن تستمر عمليات انتهاك حرية الرأي والتعبير في داخل العراق لكل شخص يناهض هذه الطبقة السياسية وهذه الحكومة وهذه الميليشيات والأحزاب التي تحكم اليوم في داخل العراق. أستاذ زياد، إلى أي مدى ستنجح الميليشيات في إسكات صوت الحقيقة والحرية لمناهضيها؟ لا يمكن أن تغطى الشمس بغربال، الحقيقة ساطعة، الحقيقة مثل الشمس التي تكشف كل شيء، ونحن كإعلاميين وصحفيين وناشطين وفي قناة الرافدين وفي كل القنوات وكل المحطات الشريفة، القنوات الحرة لن تقبل ما يحدث في العراق. هناك منظمات ومراصد حقوقية وجهات لا تقبل بما يحدث الآن في داخل العراق، ولن تقبل، وكل هذه المحاولات ستبوء بالفشل الذريع، لأن ما موجود ومن يحاول إسكاتنا هو مجرد إفرازات احتلال أمريكي على العراق وإفرازات احتلال إيراني لاحق على العراق، وسيتم طردهم بإذن الله بجهود الشرفاء من أبناء العراق الغيارة، وهم كثر والحمد لله، وبإذن الله ستزول هذه الغمة عن هذه الأمة بإذن الله تعالى، وستنكشف شمس الحرية على كل العراقيين، ولا يمكن إسكات أصواتنا بكل تأكيد، وصوت قناة الرافدين الرائدة في مكافحة كل آفات الاحتلال الإيراني في داخل العراق. شكرا جزيلا لكم الإعلامي والصحفي العراقي زياد سنجري، حدثتنا عبر سكايب من فيينا.